أيام قلائل فقط منذ صدور قرار توسيع القائمة الأنشطة التجارية التي كانت معنية بإجراءات الغلق في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، تبعه مرسوم تنفيذي متعلق بالتدابير الخاصة بالتأطير الصحي وكد العقوبات المقررة في حالة عدم احترام التدابير المنصوص عليها. توسيع قائمة الأنشطة التجارية جعل عدة مواطنين يكسرون الحجر الصحي ويقبلون بشكل كبير على الفضاءات التجارية، وهو ما عجل بإصدار هذا المرسوم الذي يتضمن إجراءات وقائية وأخرى ردعية. وهذه اللجنة مخولة لها بعض الأعمال خاصة الوقائية، إبعاد الوباء على المواطن، باسكو فينالمون او سونتر في وسط هذه الدوامة من المرض، من المشاكل، منها كاين المواطن، والمواطن هو منه اللي راح تنطلق أي سياسة وقائية. عودة النشاطات التجارية بشروط أمر ضروري للتوفيق بين الجانب الاقتصادي والصحي، لكن تبقى الرقابة الصارمة والتدخل لردع مخالفي التدابير الصحية أمر ضروري لحماية المواطن.